السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية حول الذكرى 21 لغزو العراق من صحيفة رأي اليوم، ونقرأ منها مقالا بعنوان في ذكرى غزو العراق البعد الإسرائيلي في غزو العراق 2003 للكاتب جاسم يونس الحريري. منذ بداية عام 2002 بدأت إسرائيل تضغط بأساليب مباشرة وأخرى غير مباشرة من أجل حث الإدارة الأمريكية على غزو العراق، وأدت هذه الضغوط إلى إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بعدم التساهل مع دول منطقة الشرق الأوسط الذي تتنامى فيه مشاعر المعاداة للولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن التهديدات التي تحيط بإسرائيل ومنابع النفط. وفي الحقيقة فإن معظم الإسرائيليين أبدوا رغبتهم الجامحة في الحرب ضد العراق، لدرجة أن حلفائهم الأمريكيين أخبروهم بتخفيف تعبيرهم عن هذه الرغبة الجامحة خشية أن تبدو هذه الحرب كأنها حرب من أجل إسرائيل. في ضوء معطيات تأييد المحافظين الجدد لإسرائيل وهاجسهم تجاه العراق وخطورته وتأثيرهم في إدارة الرئيس بوش، لم يكن غريباً أن عدداً من الأمريكيين شكوا وانتابهم الخوف من أن هذه الحرب صممت وخططت لصالح إسرائيل على المدى البعيد. ومثال ذلك اعتراف باري جاكوب من لجنة الشؤون الأمريكية الإسرائيلية العامة في مارس 2005 أن الاعتقاد الموحي بتآمر إسرائيل والمحافظين الجدد على الولايات المتحدة الأمريكية لدفعها إلى الحرب على العراق كان تدخلاً وتغلغلاً من الاستخبارات الأمريكية من هذين الطرفين، فهناك اتجاه واضح أن إسرائيل واللوبي اليهودي كانا عاملين رئيسيين لرسم القرار الأمريكي لشن الحرب على العراق. وقد أثبتت المعطيات بأن غالبية من يمسك بالملف العراقي في وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع البنتاغون والبيت الأبيض هم من أعضاء اليمين الإنجيلي الأمريكي المتصهين. إن العداء بين الدولة العراقية وإسرائيل هو عداء تاريخي، فالعراق قبل الاحتلال لا يعترف بدولة اسمها إسرائيل، وقد شارك في جميع الحروب العربية ضد إسرائيل كدولة مواجهة على الرغم من عدم وجود حدود برية مشتركة معها، كما أن إسرائيل ترى بأن العراق يشكل تهديداً قوياً ومباشراً للأمن القومي الإسرائيلي. ومن موقع عربي 21 نقرأ تقريراً بعنوان 21 عاماً على غزو العراق، حرب بدأت بكذبة جلبت كوارث لم تنتهي بعد. مرت أمس الذكرى 21 على الغزو الأمريكي للعراق، إذ انطلقت أولى الغارات ضد العراق فجر 20 من آذار مارس عام 2003، وغطت سماء بغداد بالدخان واللهب. أطلقت واشنطن تسمية حرية العراق على الغزو الذي بدأ ب 295 ألف جندي من قوات الولايات المتحدة وحلفائها على رأسهم بريطانيا، كما شاركت أكثر من 30 دولة في التحالف الغربي، وأرسلت كل من المملكة المتحدة وأستراليا وبولندا وغيرها من قوات إلى العراق، حيث وصلت أعداد القوات البريطانية إلى أكثر من 45 ألف جندي. وتباينت التقديرات للعدد الإجمالي لضحايا الغزو من العراقيين، فقد أكدت دراسة أعدها معهد الاستطلاعات البريطاني صيف عام 2007 أن عدد قتلى الغزو من العراقيين بلغ حتى ذلك التاريخ نحو 1 مليون شخص من أصل 26 مليون عراقي هم سكان العراق. بات عراق ما بعد الاحتلال مكاناً متخماً بالأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية وحتى الاجتماعية، فقد تراجعت مستويات الحياة بشكل حاد حتى باتت العاصمة بغداد أسوأ مكان للعيش في العالم خلال سنوات متعاقبة، ولم تفلح الحكومات المتعاقبة بانتشال العراق من واقعه المرير، بل وجهت لها اتهامات بإذكاء الطائفية والتورط في الفساد المالي والإداري، حيث تذيل العراق قائمة الدول بالشفافية والنزاهة. في الحالة العراقية لم تكن الولايات المتحدة وحدها من تتحمل نتيجة ما حل بالعراق،
إنما شاركها في المسؤولية عدد من الدول التي ساعدت في تسهيل مهمة الغزو. يشمل هذا كثيراً من الدول العربية التي لم تدخر جهداً في دعم وتسهيل مهمة المحتل الأمريكي من خلال استخدام أراضيها وتقديم الدعم اللوجستي له، وكذلك من خلال مواقفها السياسية التي كانت ضعيفة في استنكار الغزو الأمريكي ولم تحمله مسؤولية الفوضى التي عمت البلاد بعد الغزو. دخل العراق بعد احتلاله نفقاً مظلماً عاده عشرات السنين إلى الوراء، فقد عمت البلاد حالة الفوضى وانعدام الأمن وغياب القانون، فضلاً عن انتشار الميليشيات وتدخل أطراف دولية مستفيدة من ضعف العراق. ونقرأ مقالاً من صحيفة اليوم السابع المصرية بعنوان يوم 20 مارس 2003، الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن يأمر بتوجيه ضربة الفرصة لقتل صدام حسين في منزل ببغداد. وبدأ العدوان على العراق وبعدها ب45 دقيقة أعلن بوش أنه أصدر أوامره بتوجيه ضربة الفرصة. كانت هذه الضربة مفتتحا للجولة الأخيرة في المخطط الأمريكي بإسقاط صدام حسين ونظامه واحتلال العراق، ودخل هذا المخطط حيزه الفعلي منذ بدأ حصار العراق في بداية التسعينيات. كان قرار الحرب وخططه منتهيا لدى الإدارة الأمريكية، وترقب الجميع لحظة التنفيذ. وحسب محمد حسن هيكل في كتابه الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق، في الخطة الأصلية كانت الضربة الأولى صدمة وربما ليوم واحد، وبعدها تكون العمليات الجوية متوازية مع التحركات لا تزيد عليها. يضيف هيكل أن تشيني نائب الرئيس الأمريكي أصبح لا يمانع في زيادة عيار التدمير مع تصاعد العمليات حتى يحصر خطر المقاومة العراقية في أضيق نطاق ممكن، ولم يجري حساب ذلك سياسياً بدقة. ويشير هيكل إلى أن الرغبة الجارفة للحسم العسكري سريعاً أدت بقيادة القوات أن تستعمل رخصة كثافة النار بأكثر مما كان مقدراً في الخطة الأصلية. وهكذا فإن ضربة الصدمة والرعب على بغداد تكررت وزادت، وفي بعض الليالي كان الضرب الجوي مروعاً فوق بغداد وحولها. وطبقاً لتقرير هيئة عمليات القيادة المشتركة، قامت الطائرات الأمريكية فوق ميادين الضرب ب41,404 جوية، وأطلقت 19,948 قذيفة موجهة، إلى جانب 9,521 قذيفة غير موجهة تغطي بالنار دوائر واسعة دون هدف بالذات، وكان ذلك فاجعاً. ومن موقع الجزيرة نقرأ مقالاً بعنوان بعد تعثر محكمة العدل الدولية في وقف الإبادة، هل توجد مسارات قانونية أخرى؟ للكاتب محمود الحنفي. يقول الكاتب: بعد تزايد جرائم الإبادة في قطاع غزة وعجز الأمم المتحدة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة لوقفها، بات العديد من التساؤلات يطرح على جدوى القانون الدولي وجدوى وجود الأمم المتحدة في ظل عدم قدرتها على تحقيق مقاصدها. وبعد تعثر مسار محكمة العدل الدولية في وقف جريمة الإبادة في قطاع غزة على الأقل في المدى المنظور، نطرح في هذا المقال موضوع المسارات الممكنة قانوناً وحقوقياً لملاحقة ومحاسبة قادة إسرائيل على جرائمهم بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما مدى فرص نجاحها. بالنظر إلى خصوصية الجرائم الدولية التي تشكل إخلالاً بالأمن والسلم الدوليين، قرر العديد من الدول أن تكون محاكمها الداخلية ذات اختصاص عالمي، وبناء عليها بإمكان أي دولة في العالم أن تقبض على مجرمين إسرائيليين وأن تحاكمهم. إن مبدأ الاختصاص العالمي مدرج في بنود مواد مشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع، وكذلك في الفقرة الأولى من المادة 86 البروتوكول الأول، ولا يمكن للدول العربية أن تنتظر مجلس الأمن كي ينشئ محكمة دولية خاصة على غرار محكمة يوغوسلافيا أو رواندا أو غيرها،
أو أن يطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية كما فعل في قضية دارفور. إن غياب الإرادة السياسية العربية هو الذي يحول دون إنشاء هذه المحكمة، وهو الذي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم. إن هذا المسار يمكن أن يحقق مكاسب قانونية كبيرة جداً، ويمكن كذلك أن يشكل علامة فارقة في تاريخ المحاكم الجنائية الدولية. إن التحرك القانوني والإعلامي وحملات المقاطعة باتجاه الشركات الداعمة للاحتلال مسألة مهمة جداً، ويمكن أن تحقق نتائج سريعة، ويجب ألا يفلت المجرمون من المساءلة والعقاب مهما طال الزمن. هذا التزام أخلاقي تجاه الضحايا الأبرياء في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً أعده الصحفي ريد أبستين، أشار فيه إلى أن 100 من المتبرعين للحزب الديمقراطي وناشطين في الولايات المتحدة حذروا الرئيس جو بايدن من أن دعمه لإسرائيل قد يؤدي إلى خسارة الحزب الانتخابات ويزيد من حظوظ ترامب بالنصر. كشفت رسالة موقعة اطلعت عليها الصحيفة الأمريكية عن الغضب المتزايد وسط الحزب الديمقراطي بسبب الحرب على غزة بأسماء على الرسالة قدمت تبرعات بالملايين للحزب. وذكر التقرير أن إدارة بايدن استمرت في دعم الحملة الإسرائيلية ضد غزة والتي قتلت ما يزيد على 31 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب في تشرين الأول أكتوبر الماضي، وخلقت الحرب كارثة إنسانية، وحذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 1,000,000 فلسطيني باتوا على حافة المجاعة. أضاف التقرير أن محنة الفلسطينيين في غزة أدت إلى انقسام حاد وسط الحزب الديمقراطي، حيث طالب التقدميون في الحزب بوقف إطلاق النار الفوري واشتراط الدعم العسكري الأمريكي إلى إسرائيل. وحتى هذا الوقت تجاهل بايدن الدعوات من داخل حزبه لتغيير نهجه من الحرب ودعم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تجاهلت هي الأخرى مناشدته بعدم ضرب مدينة رفح. إن الشباب والعرب الأمريكيين في ولاية ميشيغان تمردوا على بايدن في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية الشهر الماضي، ولم يلتزموا بالتصويت له في الانتخابات الرئاسية، حيث كتب أكثر من 100,000 ناخب، أي نسبة 13% من ناخبي الولاية الديمقراطيين، غير ملتزم. وكان بايدن قد فاز بميشيغان عام 2020 بهامش 150 ألف صوت. وأشار إلى أن الغضب على بايدن وإدارته بسبب حرب غزة أثار مخاوف الديمقراطيين الذين يعتقدون أن الوقت يمضي سريعاً لوقف كارثة عودة دونالد ترامب مرة ثانية للبيت الأبيض. وهذه استراحة قصيرة وسريعة مع صور الكاريكاتير. العراق قصيدة الشعراء، الحاضر الدائم بأصوات عراقية وأخرى عربية. ودجلة والفرات العذب ملح أجاج من دموع المتعدين. عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين. كثيرون من يتطلعون بإبداعاتهم إلى انتزاع حرية مأمولة وحياة تليق بشعوب تستحق. الصاعدون إلى السماء جهارا، رسموا لمن ورث الثرى آدارا.
وتكاثفوا في الغيم حتى يهطلوا في حضن بغداد الهوى أنصارا. محمد سيدي فاضت بك النعم، وليس دونك دين فيه نعتصم. تابعوا برنامجنا أسبوعيا على شاشة قناة الرافدين. بيت القصيد، الكلمة التي تصنع الأثر وتسعى إلى تحقيق الأفضل وتنتصر للإنسان. جوجل تعتزم إزاحة ميزة العثور على الأجهزة المفقودة عند إيقاف تشغيلها. لا تزال ميزة Find My Device من جوجل غير مشهورة مثل منافستها من أبل. لهذا السبب فإن فكرة تطوير الميزة وإطلاقها من جديد هو بمثابة الحلم الذي تحقق لمستخدمي الأندرويد. فبحسب الأخبار الواردة، من المحتمل أن تبدأ مليارات أجهزة الأندرويد في اختبار الاتصال ببعضها عبر البلوتوث عندما تكون مغلقة بمجرد تطوير شبكة Find My Device وإضافة ميزة جديدة، وأيضاً بمجرد الانتقال إلى نظام أندرويد 15. كيف تعمل Find My Device؟ تعتمد شبكة Find My Device على أجهزة الأندرويد التي تبث إشارات بلوتوث، يمكن لأجهزة أندرويد القريبة الأخرى والتي تعد جزءاً من شبكة Find My Device وتقع في نطاق جهاز البث التقاط الإشارة الإرشادية. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ميزة Powered of Finding أثناء إطلاق جوجل بيكسل 9 المقبل في وقت لاحق من هذا العام، بافتراض بالطبع أن شبكة Find My Device المطورة ستبدأ العمل قبل ذلك. والآن مشاهدينا نتابع فقرة فيديو اليوم الذي اخترناها لكم من مواقع الصحف. فادي بيعاني من مرض في صدره اسمه سيستيت. طبعا هذا المرض ضاعف عنده بسبب انه الاشي مقطوع، فيش يعني الغذاء اللي لازم ياخده الطفل مش موجود، الحليب اللي لازم ياخده مش موجود، فصار معاه مرحلة جفاف، وصل لمرحلة جفاف طبعا بسبب سوء التغذية. قبل الحرب طبعا كان ما شاء الله ياكل والطفل كويس يعني، وحليبه متوفر، علاجه متوفر، كان وجهه ناصح، كان طفل يعني تحسش انه مريض، ويروح على الروضة هو واخوه كمان يعني عادي. عدم وجود بدائل للحليب والتغذية السليمة للأطفال، مصير أطفال شمال قطاع غزة ومدينة غزة الموت، أو الإعاقات المستديمة، أو الموت بسبب العدوى الشديدة لعدم وجود أي قوة أو قوة مناعة لدى الأطفال أو الكبار السن.
مشاهدينا، وبهذا تنتهي فقرات صدى الأقلام لهذا اليوم. نشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم على خير.